ننقل الأحكام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البناية رقم 21047 بنايات قسم شرطة الوادي. حكمت المحكمة الحقوقية للمتهم الأول وبيغير للمتهم الثاني أولاً بمعاقبة المتهم محمد عماد الدين عادل محمود بالحبس مشروط لمدة سنة واحدة. ثانياً بمعاقبة المتهم الثاني عمرو عيد بيومي حافظ بالسجن المشتت لمدة 5 سنوات بمصادر المواد المضبوطة المفقعة. بالنسبة للمتهم الثاني مصاب جنائي.